محمد، واقعا هي كلمة من رفاق الشهيد أبو قسام من داخل السجن. ما سألقي هي كلمة للسجناء رفاق الشهيد أبو قسام رحمة الله عليه. باسم قاسم الجبارين، باسم رب الشهداء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقول تعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجورهم، صدق الله العلي العظيم. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. رحل الأستاذ الملهم والمعلم عن أعيننا، لكنه حاضر على الدوام في قلوبنا. بعد أن رسخ المفاهيم الأخلاقية والعقائدية في عقول وقلوب رفاق دربه، إذ كان يدعو دائما إلى وحدة الصف في جميع مواقفه وخطاباته وأحاديثه، فكان بحق نبراسا يضيء الطريق لكل من يسير معه. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله. وأنت يا أبا قسام كنت بارا بأهلك وبقريتك وبوطنك ودينك، فاختارك الله أن تكون أقرب إليه وتكون معه. وهذه الدماء والجراحات والتضحيات ما هي إلا امتداد لهيهات الحسين في كربلاء، مدرسة التضحية والصمود، وتمهيدا لدولة الأخذ بثأره، دولة حفيده المهدي بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. الحمد لله الذي ختم له بالسعادة والشهادة وأن يلحقنا به. لا ننسى أن نوجه التحية لأمهاتنا ورموز عزتنا وصمودنا زينبيات هذا العصر، اللاتي تأسين وتعزين بعزاء الحوراء، حيث جرى على لسانهن ما جرى على لسانها، ما رأيت إلا جميلا. فالسلام على أم الشهيد الحاج محمد ملا حسن سهوان، وأم الشهيد القائد سامي مشيمع، وأم الشهيد الأستاذ عباس السميع، وأم الشهيد القائد علي السنجيس، ولكل أمهات الشهداء، وأيضا أمهات المعتقلين الصامدات الصابرات المحتسبات. ونسأل الله الفرج العاجل القريب لوطننا وديننا وشيخنا القائد آية الله قاسم، إنه رحيم ودود، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفاق درب الشهيد أبو قسام.